صدر عن مركز دراسات تقرير تحليلي بعنوان تداعيات أزمة الكورونا أسواق النفط للباحث عبد العزيز الدوسري. ويتحدث التقرير عن مسار الأحداث التي سبقت تراجع أسعار النفط في ظل أزمة فيروس كورونا وإلغاء العمل باتفاقية أوبك. كما يرصد التقرير تطور التباين السعودي الروسي في وجهة النظر حول السياسة المثلى لأسواق النفط في ظل استمرار نمو الإنتاج من قبل النفط الصخري. كما ويستعرض التقرير التحركات الأمريكية في هذا السياق والأدوات المتاحة عند الحكومة الأمريكية للتعامل مع هذه الأزمة.